جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا الأخ مقيم بالرياض أيضا يقول بأنني عامل وتعامل مع البوية في جدران ويبقى على يدي هذه الصبغة أثناء الوضوء، هل يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ نعم، يمنع وصول الماء إلى البشرة، فعليه أن يزيله، وهناك مواد تزيل البوية عن اليد أو عن ما أصابته، يستعمل ذلك. نعم.